بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا أهل القرآن، حياكم الله، أهلا بكم ولقاء متجدد في رحاب برنامجكم تناسق الدرر. وبرنامجنا يعتني بما اعتنى به الله سبحانه وتعالى وأمر به عباده في هذا الشهر الكريم، وهو أن يتفكروا القرآن، فقال أفلا يتدبرون القرآن. وطريقة تفكرنا هو جمع الآية مع ما يناظرها ويشابهها من ألفاظ، ثم بيان هذا التكرار والتشابه والسر الذي فيه على الطريقة التي يوفق الله سبحانه وتعالى بها. حلقتنا اليوم عن الآية 11 من سورة الأنعام، من قول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها العطف بثم، قل سيروا في الأرض ثم انظروا. أما في سائر القرآن تكرر هذا السياق أو هذا المعنى، سيروا في الأرض فانظروا، لكنه استخدم في بقية المواضع حرف الفاء. ثم هذه تفيد العطف كالفاء تفيد العطف، إلا أن ثم والفاء كل واحدة منهن تصاحبها معان أخرى وتلازمها، قد تلازم الفاء دون ثم أو ثم دون الفاء. أولا، ما معنى سيروا في الأرض؟ سيروا في الأرض يعني سيحوا فيها، تنقلوا من مكان لمكان، وانظروا إلى آثار الأمم السابقة وكيف كانت حضاراتهم وكيف كانت قوتهم وكيف كان علمهم وجاههم ونفوذهم، ثم انظروا أو فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ثم بعد ذلك انظروا إلى عاقبة الذين كذبوا. كذبوا بماذا؟ قلنا أن التكذيب إذا أطلق في القرآن أريد به تكذيب القرآن أو تكذيب الرسالات أو تكذيب ما أوحي إلى الرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومن قبيله. طيب، ما المعنى الذي أفادته ثم؟ وهل إذا غيرنا ثم وجعلنا لها الفاء مثل سائر المواضع هل تعطي نفس المعنى؟ ثم علماء النحو يقولون أن ثم هذه حرف عطف يفيد التراخي، يعني يفيد الوقوع مع التراخي. أقول مثلا: دخلت البيت ثم أكلت، هذا معناه أني دخلت البيت، هذا الفعل جاء قبل الأكل، لكن وقع بينهما زمان، وإنما لم يحصل اللي هما الفعلين يعني لم يحصل خلف بعض مباشرة، وإنما حال بينهما زمان، وهو الذي يسمونه بالتراخي، في زمان بين المعطوف والمعطوف عليه. طيب، ما سبب هذا الزمان الذي جاء هنا في هذه الآية ولم يأتي في الآيات السابقة أو التي أتت بنفس الفكرة، قل سيروا في الأرض فانظروا، وإنما الفاء تفيد العطف مع الترتيب والتعقيب، يعني في سرعة، وكذلك تفيد الجزاء؟ لأن هذه الآية جاءت بعد سياق كلام الله سبحانه وتعالى عن أمم أهلكهم، وجعل إهلاكهم آية، كما أن هذه الأمم كان في بقائها وفي قوتها وفي نفوذها وفي سلطتها وفي بطشها وفي إمكاناتها وإمكاناتها المادية والعقلية والجسمانية ما لم يكن لقوم بعدهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؟ آتاهم الله علما وجسما وفكرا لم يؤته لأمة بعدها. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لذلك لما جاءت الآية التي بعدها استخدم الله فيها حرف ثم للعطف لإفادة التراخي، يعني سيروا وانظروا واتركوا النظر حتى اتركوا النظر في آيات الله حتى تجمعوا
السير إلى أكثر المواضع التي يستقصى منها حال الأقوام السابقة، يعني سيروا وأطيلوا السير. وهذا هذه الإطالة في السير ستأخذ زمانا طويلا، ثم بعد أن تستقصوا هذه الآثار انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن أقيموا زمانا طويلا في السير، ثم بعد ذلك فليكن النظر هل أغنت عنهم قوتهم، هل أغنى عنهم جاههم من الله شيئا. أما في سائر الآيات سيروا في الأرض فانظروا، يعني انطلقوا في الأرض وانظروا إلى الآثار، فإن الآثار التي سترونها للأمم السابقة لا بد أن تثير فيكم النظر في عاقبة أمرهم فورا، حتى ولو كان أثرا واحدا. فالعاقل الذي يتعظ بأثر واحد، والعاقل أيضا الذي يكثر من النظر في الآثار. إذن إطالة في السير لأجل النظر في هذا المحل، ثم في باقي المواضع اعتبار من أثر واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين اعتبروا بأسلافهم فساروا سيرا يرضي الله حتى يلقونه به، إنه نعم المولى ونعم النصير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في رعاية الله.